بص يا عيشة، أنا وفوسي غلطنا ولازم نصلح غلطتنا. مين اللي غلط يالا؟ استنى بس يا باجت، قولي له حاجة يا عيشة، أنا مش عارف أقول كلمتين على بعض. استنى يا باجت، خليه يتكلم. دلوقتي كده شرعاً أنا جوز فوسي. جوزها إزاي يالا؟ وأنا مش جيت اتقدمت لك وأنت وافقت وعيشة وافقت وعملت اجتماع عيلة وخدت اكتساح ولبست بدلة وهي لبست فستان وحصل زغاريت وورد وشربات، إيه المشكلة بقى؟ المأذون ما جاش؟ أنا مال أهلي. بقول لك يا باجت، انا قاعد هنا مش متحرك لحد ما اتجوز بوسي. عايز تسميه اعتصام مفتوح، عايز تسميه وقفه احتجاجيه، سميها زي ما تسميها، انا مش متحرك من هنا. وابوك وامك موقفهم ايه؟ ايه اللي جاب ابويا وامي دلوقتي؟ ما الموضوع ده قفلناه بهجه، بتفتحه تاني ليه؟ اصبر يا سيف، اصبر يا حبيبي، انت عارف الظروف اللي احنا بنمر بيها. مالها الظروف؟ ده الظروف زي الفل اهي. تسلم ايدك. ده ايه ده؟ فول بالبيض. فول بالبيض. يا سلام، ده لا يمكن يكون فول بالبيض، ده احلى فول بالبيض كلته في حياتي. طب وربنا ما انا ماشي من هنا، ده انتوا كرهتوني في عيشتي يا شيخ. كل ما نيجي نتقدم خطوه تحصل لكم مصيبه، مره عيشه غضبانه عند اختها، ومره شلبي طفش من البيت. ده انا بكلم بوسي المره اللي فاتت قالت لي ياسمين ويوسف هيسيبوا البيت وفي مناحه. انتوا ما بتتهدوش، ما تهمدوا بقى، في ايه؟ في ايه يا اخي؟ ده انتوا كرهتوني في عيشتي، والمصحف انا باكل اللقمه دي وقلقان، خايف لا يحصل حاجه قبل ما اكمل اللقمه، او ربنا. اتفضل اتفضل. بابا، ماما، قبضوا على بيبو، خدوه على البوكس. سيف، الحمد لله اني لقيتك، ارجوك انت لازم تتصرف. انا ما اعرفش هما خدوه ودوه فين. طب ايه دي، هما قبضوا عليه فين؟ قدام اتحاد الكوره. الله يخرب بيت الكوره واللي شفناه من الكوره. مش وقته عيش، مش وقته. خلاص ما تقلقيش يا سعاده، انا اروح اشوف الموضوع ده. استنى يا سيف، انا جاي معاك، هغير هدومي بس. وانا كمان جاي معاكم. ما تخليكي بقى لا يقبضوا عليك انت الاخرى، انت مش كنت ماشي معاها في المظاهره؟ يقبضوا عليا ما يهمنيش يا بابا، بس انا مش هقدر اسيب بيبو في اللي هو فيه. ثانيه واحده بس، غير هدومي. على فكرة انتوا عيلة زبالة. أيوة حازم باشا، احنا بس كنا عاوزين نعرف هم ودوه على فين عشان قالوا يطمنوا. أيوة يا أستاذ عطية، الواد بوب مسكوه في مظاهرة. ولسه لغاية دلوقتي مش عارفين هم ودوه فين. هم مسكوه في الزمالك عند اتحاد الكورة. طيب ماشي. الأستاذ عطية بيقول لكم نطلع على نقطة الجزيرة، أكيد هو هناك. مش شرط يا باك، لما بتبقى الاعداد كبيره الاسم ما بيستوعبهاش، فبينقلوهم على السجون لحد ما يطلعوا على النيابه. ايوه يا طارق، هنعمل ايه دلوقتي؟ مين طارق ده؟ ده معانا في الالتراس يا بابا. وطارق ده ما تمسكش ليه؟ لا طبعا مش هنسكت يا طارق، اسمعني، احنا نعمل بيج على الفيسبوك ونعلن عن المليونيه. قدام وزاره الداخليه احنا لازم نعترض على اللي بيحصل معانا ده. مليونيه ايه؟ مليونيه ايه؟ احنا داخلين عشان نطلع الواد وانت تقولوا مليونيه؟ ايوه سامي باشا، النقيب سيف محمد فاروق معاك يا باشا. الامر لله، هو بس كان في واحد اسمه ايهاب حمزه عبد الغفور الشهير ببيبو. لا يا باشا، ده تبع الالتراس اللي هم اتمسكوا قدام اتحاد الكوره. احنا بس كنا عاوزين نعرف هم رحلوه على فين. مش ايهاب لوحده، احنا عايزين نعرف كلهم رحلوهم على فين. خلينا في ايهاب، خلينا في ايهاب. الله يخرب بيتك على بيت ايهاب في يوم واحد. فابو زعبل. فابو زعبل جوزك فابو زعبل، وانت كمان كان زماننا وراكي دايرين في سجن القناطر، شكلنا ايه قدام اهل الحته دلوقتي؟ اهل الحته ايه يا باشا؟ ده اهل الحته كلها مسجلين خطر، يعني العمليه في بيتها ما تقلقش. ما هي دي العداله الاجتماعيه الحقيقيه. ابو زعبل،